مجلس المسار الرقمي وبتعاون مع كلية المنصورة الجامعة وعلى أرض الكلية يقيم مهرجان المحتوى الرقمي الوطني في هذه الكلية وعلى أرضها بحضور عدد كبير من النخب والشخصيات السياسية والإعلامية من أجل مناقشة وتداول بشأن المحتوى الرقمي على الصعيد العراقي. اليوم نواجه أزمة ثقافة في التعامل مع السوشيال ميديا، وهذه الأزمة تسببت في زيادة منسوب الانكسار عند المواطنين وعند المجتمع. حرية التعبير لا تعني أن يظهر رجل مسن واثنين من الشباب معه خلفه، ويعني حقيقة يقومون بتصرفات لا تمت بالسلوك الإيجابي ولا الشخصية العراقية ولا المحتوى ولا غيره. طاب المسار وعنت روضة الخير، وطاب في كل يوم نحوها سيري. للسلم جئتم على رغم الوغى، وأنا نظرت للسلم من عهد الصبا عمري. هذا الموضوع بدأ يكون له تأثير كبير جداً على التنشئة، على التربية، وحتى على موضوع الرمزية. والرمزية هنا قد تكون إيجابية أو قد تكون سلبية. من يحدد هذا الموضوع هو قيمة ومحتوى الرسالة الإعلامية اللي اليوم احنا نجتمع عنه. المحتوى الرقمي خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح محتوى شعبي جداً، بهدف انه هو بنوعية المحتوى وارتقاءه الى مكان ارفع مما هو عليه الان. طبعا هذا جهد واحد من ضمن جهود كثيرة لازم تقام. الحديث في مساحة المحتوى الرقمي حديث خطير وحساس ودقيق، يجعل من المسؤولية مضاعفة على عاتق الجهات المسؤولة، بدءا من المؤسسة التشريعية مروراً بالمؤسسة التنفيذية وصولاً إلى المؤسسة المتلقي وهي المؤسسة الأوسع متمثلة بالطرف الثالث المثلث وهو الجمهور. الرسالة، الباث والمتلقي، يعني هذه الأطراف الثلاثة تمثل محور عملية صناعة الخطاب اجتماعياً إعلامياً سياسياً ثقافياً.